Hela ho, hela ho, ana liebe Hamburg-Tum. Hela ho, hela ho, ana liebe Hamburg-Tum. بشفيلك كل الأمراض المستعصية على الطب هيلا هيلا هو على مهلك يا طب وامشي دايما دغري أبدا ما بطب يا دستور الحقني أوان عندي عيلي ما بتنام ما بلحق لا أكل وشرب خايف لكن ساعة طب هيلا هيلا هو أهم عزك يا كلب وامشي دايما دغري أبدا ما بطب عنده عجيبة صورة كتير غريبة بهب بطب بلب بدب نايم على وشي طب هيلا هيلا هو على مهلك يا طب وامشي دايما دغري ابدا ما بطب اسمعوا واحكموا يا ناس صاير بعقلي وسواس كتر ما عنا اجناس قلبي رح يعمل ستوب هيلا هيلا هو على مهلك يا طب وامشي دايما دغري ابدا ما بطب الاحسن والاسلم تحكي مع ابو سليم يسلمنا المذكرات ما بدي احكي مع حدا طيب الو مين عم يحكي مش مهم تعرف مين عم يحكي مهم تسلمنا المذكرات الدكتور فخري بنسلمك مرمر يا خي انا شو لي علاقه بالدكتور فخري ولا بالدكتور بكري انا رجال ما عندي معلومات عن شاه طيب احكي ابو سليم ما عم تعطيه شيء يا جبان يلي بلا نظر عم تتقاوى على وحده بنت إن كنك رجال تعال هون واجهنا ولا لأنزع رقبتك مسح أنت منك عارفني أنا بيه نحن بدنا ناكل عنب بتسلمنا مذكرات الدكتور فخري بنسلمك مرمر وإلا ما رح تشوف مرمر بزمانك طول بالك طول بالك طول بالك روح لاش عم طعم فسوط لبيت روح علينا شوي يا خيّة إذا أنا سلمتك هالمذكرات والمفكرات شو بيثبت لنا إنك أنت رح تتركها لمرمار وتسلمنا إياه؟ كلمة شرف بتسلمنا وبنسلمك وين بتريد يكون التسلم والتسليم؟ محل ما بدك بالقهوة بالبيت بس على شرط وعقلك يقلك شي كلمة هيك أو هيك وتبلغ الشرطة وإلا ما رح تشوف مرمر بزمانك رو يا خي رو أي ساعة بتريد يكون التسلم والتسليم أنت خليك بالبيت ونحن بنبقى نتصل فيك مفهوم؟ مفهوم 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 على حبسك يا شو في يا خي شو في؟ شو في الجماعة قال يا بتجيب لهم المذكرات تبع الدكتور يا اما مدري شو بدهم يعملوا قصة ببرا شو في هالمذكرات حتى مهتمين فيها كل هالقد لك شو قصتي شو في هالمذكرات لك كيف شو في رجال له 40 50 سنة وهو بيكتب وبيحط اشياء اخترعها وسواها وادوية واعشاب بتقولي شو في لا اكيد فيها شيء تاني ايه طبعا فيها شيء تاني وتالت ورابع شو رح تعمل؟ رح تسلمنا المذكرات؟ طبعا بدي سلمنا المذكرات لكن يعملونا شي قصة بهالمعطرة المرمر منين بدي جيب مرمر؟ مرمر زماني
نحن اجتنا على مصيبة اللي اسمها مرمر. يا عمي انا بذكر انه الدكتور قال لي يا ابو سليم دير بالك على المفكرة وتبقى بس تخلص حط بالراب في التحتينة وحط فوق الغط. اي مظبوط مظبوط. بس شوفي هون شو هيدا؟ ليش هالكتابة ممحية من هون هاك هاك؟ شوفي دواء كمان بيمحي الكتابة؟ مظبوط الاستنساخ و إلى أن أصبح واقعا و عملية فاقة بأهميته. إلا بده يكون هالدواء هذا موجود بالمفكر تحت الراب محطوطة. يا أبو سليم أنت ما بيخفيك شا تعرف كل شيء. أيوة بدي إياها مذكرة المكتب. يا سلام نشوف وين الفهرة السادة تبع الودي الفهرة يزيد الحيوية والنشاط للتفكير والتقوية العظام لمنع المغص لمحو الكتابة. لمحو الكتابة هيدي هي الصفحة 12. إذا أردت أن تمحو الكتابة عن الورق بعد عدة ساعات أيوة احضر من مسحوق الزعفران 12 غرام ومن النشادر 10 جرامات ماء مقطر 15 جرام ملح ليمون 20 جرام ورق الكينة 20 جرام. يا عمي أنا مرة كنت عند الدكتور وشفته عم يركب هيك تركيبة. هيدي هي هيدي هي اللي عملت هيك. بس أي منهم أي منهم أي منهم يا أبو سليم؟ ورجيني تشوف. زعفران برد. أيوة هيدي هي زعفران ماء مقطر ورق الكينة. لا زبطت بدكن المذكرات تحت امركن. شو بدنا هلا؟ شو بدنا نبلش؟ شبشوب درة. شو على شبشوب الدرة بيصير مثل السفنجر. نبلش من اول من اول صفحه من اول. انبسطوا خذوا قروا لا تشبعوا المذكرات. ما انا مسجلة عندك يا ابو سليم على الفيديو مظبوط. شش ما تحكي قدام حدا. ايوه لسلامتكم وللوصول بسلام اتصلوا بتاكسي اسعد. تاكسي اسعد صاحب 4 شهادات بالسواقة تراكتور كاميون بوسطة سيارة اجرة وشهادتين اضافية شهادة موتوسيكل وشهادة صحية. الاتصال على الرقم الاتي 44-46-66 فورا نكون عندكم. فترة موسيقية. لجلسة هادئة وقليلا من راحة الحلقون. حلقون من الحلقون. وقليلا من الراحة توجه فورا إلى مقهى عبلة. مقهى عبلة مقهى عبلة مناخ جيد ومعتدل وعيوب وعيون لا ومع وجميع أنواع التسلية التلفزيون الراديو ثم الكمبيوتر. يه 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 لك شو عم بيخرف هيدا؟ يا زغلول
يا زغلول وينك؟ نعم ست عدلة، شو في؟ لك شو هذا يا سعد؟ شو عم يعمل؟ عم بيخرف يقول ان احنا عندنا تلفزيون وكمبيوتر، لك وين في عندنا تلفزيون وكمبيوتر؟ ولو استعملنا بهالايام الكمبيوتر بيستعملوه فاكس وناكس وتاكس وتليفون وتلفزيون وراديو وكمان للعب، فيك تلعب فيه مثل ما بدك، يعني محل ما بدك ومطرح ما بدك وين ما بدك. ايه بس نحن ما في عندنا تلفزيون وكمبيوتر، وبعدين بهالضيعه هي دوب بيعرفوا يشغلوا الراديو. ست عبلة اعتبريها دعاية. معقولة؟ معقولة دعاية كذب؟ ليش في دعاية صح؟ إيه لا أنا ما بقبل أبداً، ما بقبل أبداً إلا الدعاية الصح. روح شوف شغلك. حاضر. بتحبني وشهقت بالبكي. إلى المستمعين الكرام، أما الآن من إذاعة حرش البليل سنقدم لكم فترة البث المباشر. يقدمها لكم أسعد الشوفير. شو لك مالك؟ مطلوب بس نعتذر عن هذا العطل الفني. ولك شو مطلوب؟ مالك شايف نعم عمل بس المباشر؟ مطلوب على المدينه. على المدينه؟ على المدينه الرياضيه؟ شباب لك مع المدينه الرياضيه. لك مطلوب عندك طلب بدك تروح على المطار؟ يلا. ولك شباب اسم الكعبه شفينا؟ مري على المطار. شو بدك تعمل بالمطار؟ ايه صحيح، شو بدي اعمل بالمطار؟ ما هو ابنه لنجيب ابن المختار. ايه جاي من كندا. كنكة؟ ايه يلا. لك لوري على كنكة. لك شو دخلك انت بكنكة؟ انت بدك تروح على المطار. إيه؟ ابنه للمختار جاي من كندا، انت بدك تروح على المطار مشان تجيب ابن المختار. بده يطلع لي 100 دولار. ايه لكن نعتذر عن مين بده يقدم هذا الفتر بس المباشر؟ هلا انت روح انا بقدم عنك. سوف يعتذر عني امين. قوم قوم يلا اعتذر. ايه حاعتذر من هون. روح انت مطويل. لا وين؟ نعتذر سيداتي انساتي سادتي عن هذا العطل الطارئ، لانه اسعد راح المطار يجيب ابن المختار لانه جاي من كندا. اما الان سيداتي انساتي سادتي سوف نقدم لكم نقطة اليوم. بعد ما ابو سليم ممسحت الصفحات كلياتي بهذا الدواء اللي بيخفي الاحرف، صار لازم تفكر بقى وين بدك تخبيها للمفكرة، لانه اذا كان اعطيتهم اياها بدون ما يسلموك مرمر معناته راحت عليك يا ابو سليم. ما بدي اخبيها، بتبين مننقره بيعرفوه. وين بدك تخبيه؟ وين وين وين؟ شو الشباب عم نشوفكم كثير بهالايام. شو يا زغلول ما بدك نجي على القهوه؟ بس بدك تقول لا ما في داعي تقول شيء. اهلا وسهلا اهلا وسهلا للشباب. يا اهلا 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 يا زغلول. اهلا. اهلا ابو سليم. لشو جايب السلاح معك؟ ما في داعي يا ابو سليم. لا 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 للحمايه. ابو سليم انا ما بمشي بلا سلاح. بجيب لك قهوه؟ هلا خليك واقف حدي حط الصينيه هونيك. نعم سلمنا لنسلمك. لا بالاول انتو سلمونا بعدين نحن بنسلمكم. بتسلمني وبسلمك وبركي انا سلمتك انت ما سلمتنا. لا انا بس تسلمني بسلمك. يعني اذا سلمتك حتسلمنا؟ طبعا. طيب زغلول. شو ابو سليم؟ قربت شو؟ شو في؟ وقف لقلي. ايه يلا. هلا بتحرك شروين؟ وقف. شو عم تشلح ابو سليم؟ خلحني لشو؟ ايوه شو مفتكر الحكايه فاتة؟ ابو سليم شو عم تعمل؟ لا شبك قول يا حتى اخلع لي راس قول يا لا شبك يا ابو سليم. لا شبك عم تشل لي اجري ولا شو؟ يا ابو سليم شو قصتك يا ابو سليم؟ روح ضاع. لا بيضيع زلمه. شو هيدي؟
السلام. ما بدك يعني خبيها، لا تشوفها بايدي تخطفها وتعمل لي مشكله. هات لشوف، سلم لنسلمك. طلع معي هونيك ابو سليم. وين؟ شايف هونيك على الشارع، شايف هالسياره اللي هونيك؟ هالسياره؟ ايوه. ايه؟ تفتح طبونات السيارة وبتلاقي مرمر زمانك فيها. طبونات السيارة حاططها؟ ايوه. لشو انت ما عندك مخ، ما عندك سر؟ بنت مثل ها اموره بتحطك؟ لشو هي؟ شو هي، خيشة ولا شنطة ولا سحارة بلدورة؟ شو قصدك؟ هلا لا سحارة بلدورة ولا شيء، سلمني وروح السلم. وبركي رحت ما لقيتها؟ لا بتلاقيها. زغلول؟ مر ابو سليم. سيك لك هيدي. ايه خليه معي هيدي. وقف، ديروا عليهم. ما حدا يتحرك. وقف لشو؟ روق شوي. عم تعمري فيلا بالضيعة؟ صحيح، وبدي عمرها على ذوقي مثل الفيلا اللي كانت عندي بالبرازيل واحسن كمان. ولو يا سعدية، ما خيي قدم لك الفيلا تقدمي. انا بشكر خيك سالم على كرمه، ولما تشوفيه قولي له لخيك سالم بتسلم عليك كتير سعدية، وبتقلك ما في داعي هالكلام يصدر عن انسان متعلم ومثقف مثله. ليه شو سمعتي؟ ولو كل الضيعة سمعت. انت ما سمعتي؟ لا عن جد ما سمعت. سألوا لخيك ليش بدك تتجوز سعدية؟ قال لهم في براسي موال بدي غنيه، بس يا ريت بقدر اعرف شو هو هالموال. ولو يا سعدية انت بتصدق هيك حكي؟ كمان خيك قال شي تاني. شو قال؟ قال لهم سعدية اتجوزت ثلاثة وقبرتهم، هالمرة أنا بدي أقبرها. لا هيك ما بصدق. فيك تقولي لي خيك ليش بده يتجوزني؟ مع العلم إنه بالضيعة في كتير بنات عزابية وولاد عيال كمان. ما أنت كمان بنت عيلة. فوتي فوتي، لك أهلا وسهلا، لك نور البيت. يا أهلا يا أهلا يا أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اللي وين كانت مرمر؟ كانت عند عمتها بالبلد. خير ست ما شو مبينهم في شهر؟ لا ولا شيء. طيب انا رح استاذن. مع السلامه وسلمي على خيك سالم. يلا يلا عدي عدي ارتاحي، هلا بتعمل لك سعديه لمناطه وبتشربي. عدي تقلك. ولي وين خدتي يا عمي؟ شو هالبردك؟ ولك انت يا مقصوفة العمر ما فيك تشوفيني انا وهالمخلوقه واقف او قعي. شو بدك فيها خدتيها ورحتها؟ اخ شو عملتوا يا شباب؟ يا عيون عباس، يا قلب عباس. تفضل. أنا حكيت مع المحامي مشان تروح لعنده. وعمدي لشو؟ بركي لزمك شي. طيب اعمل لي السند تعمدي لك إياه. ولشو السند؟ هيدا حقك. والمصريات كتار. ولو أنا بعرف إنه اللي بده يدفع بيدفع إن كان في سند أو بلا سند. يسلم هالدم. أنا بتشكرك كتير. وصدقيني صدقيني حعوضهم كلهم. بعرف. المهم يرجع لك حقك. وهلا خاطري. شو ست عبلة؟ نعم. شو مبين اعطيتي مصاري لعباس؟ ايه كلفته بشغلي لإلي. شغلي لإلك والله لإله. وشو خصك انت؟ انا بدي ساعده. ايه بس لشو بدك تساعديه لعباس يعني؟ بالحقيقة يا زغلول اسعد لحظة عند الانسان لما بيلاقي انسان بحاجه لمساعده ويساعده. ايه مزبوط، بس انا اكثر واحد بحاجه لمساعده. ساعد حالك وروح شوف شغلك واعمل لي فنجان قهوه. هيدي هي، تعال روح تعال روح جيب لي قهوه ورجع لي القهوه. حاضر. اخ يا صبر ايوب. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الان نكته اليوم. وحده عم تقول له لزوجها يا رجال خايفة على مر السنين ما يتجعد وشها. قال له لك لا تخوفها،
مهما مر عليك سنين ما حيتجعد وشك قد ما مجعد هلي. يا عميد يا عميد شنو شنو؟ أنا على الهوى. إذا على الهوى إذا على الهوى متشان هيك شو حب الجفت هدنك روي على الصيد؟ لا مانك عارف ممنوع الصيد؟ بعرف في ضروب؟ لا لكن لا شو حملة؟ يا ابني للحماية حماية وما في ضروب؟ هلا هذا شنو بيهمك انت من الامر؟ اسكت هلا بدنا نكمل فترة البث اللي يطلع صوتك بالاذاعة هالاذاعة انت ما كان ناقصك الا هالاذاعة حتى طول النهار والليل تطلع على الهواء وتاكل هواء. انا كنت بدي سكر الاذاعة بس كرمال جوجا وبطلت سكري. مين؟ جوجا. مين هي جوجا؟ هيدي وحدة بتحكي معي على التلفون. ايه بتعرفها؟ بدفع نص عمرها بس اعرفها. وحلوة؟ لك شو حلوة؟ شو حلوة؟ لك شو حلوة كثير كثير كثير. لك انت اخوي شو هيك؟ عم اقول لك بتعرفها بتقول لي لا. شفتها؟ لا. كيف بقى حلوة؟ كيف شفتها حلوة بقى؟ من صوتي. من صوتها من صوتي. صوتي؟ يا سلام يا سلام. يا امين؟ ايه بدي اسالك سؤال. سؤال. انتو ناقصكم فقرة بهالإذاعة وأنا عم بيخطر عبالي إني أعملها عندكم. شو هي؟ شو رأيك أعمل طبيبك يتحدث إليك يعني صحتك في الدنيا؟ أنت؟ إيه؟ ما هيدي الإذاعة إذاعتك وأنت بتمول علي وعلى الإذاعة، أنت ما بدك أنا حضير. أوقات أنا هيك عم أقدم الطب والنشرة الطبية بفعطهم غنية إيه؟ بياخد عقله فيها. يا سلام أنت بدك تبلش؟ إيه حتى تفهمني إيه؟ من بكرة ببلش؟ بكرة. وينك؟ شبيك؟ بس يجي أسعد قل له أنا عاوزه ضرورة ضرورة ضرورة؟ إيه؟ هو هلا وصل على المطار يجيب طلي. ها بس يجي أقول لك إيه يلا. بس أنا بدي منك خدمة. شو؟ هيدي جوجا إيه؟ قول هي على التليفون قلت لها انه بتحب الرجال يكون شعره طويل. ايوه بقولك ابو سليم شعروتها أيوة. ما عم يطول يعني مهما عمليه كبرون بعضهم صغار. ما بدي منك وصفه إيه؟ توصف لي اياها إيه؟ لانه انت بما انك صرت دكتور بالاعشاب وبتفهم إيه شكرا ايه بتعمل لي وصفه مشان يطولوا شعروتها. اولا هلا بجيب زيت خروعه بتدهنه على بكره والصبح وعشيه. زيت خروعه ايه. وبعدين انا رح اراجع لك كتب الطب وشوف شو هو الشيء اللي بيقوي شعر الراس. زيت خروعه ايوه زيت خروعه. الو الو امين عكش يتكلم. مين؟ يا جوجا؟ ايه 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 يا روحة امرأة امتن انا هات بدي شوفك قريبا. انا ناطر ناطر انا على المفرق ناطر وناطر بين القناطر وانا ناطر ناطر ناطر. يعطيك العافية. كيفك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ انا بدك تساليني كيفنا. لك انا بس شوفك ما بعرف شو بيصير فيها بحس بسعاده لا توصف. على كل انا جايب لك هالراديو هذا هديه بتم معك على طول لانه هديك الكبير ما عجبك عرفته طويل بده اعتلال ليعملوه ما هذا صغيرتوه. طيب ليش شو معذب حالك؟ لا لانه انا هلا بالاذاعه ضيعت هالشهر بالليل طلبوا مني اني انا اعمل برنامج طبيبك يتحدث اليك وانا شو بقرا من الكتب تبعون بيك والعالم هن يدبروا حالهم بعدين ويني بدك تخليه مفتوح على طول على الموجه ما تغيري. طيب اذا انا مزبطه على ضيعه حرش بالليل اذاعه حرش بالليل وبس. اوكي ايه اوكي إيه؟ طيب بدك تعطيني خبر ساعة اللي بدك تزيع. إيه طبعا انا من بكره بدي زيع. طيب عاشوفي بدي افهم عاشوفي ما خلات واحد بالضيعه ما قلت لهم انه بس تشوفوا اسعد بعثوا لي هو. نعم عاشوفي ها جي عاشوفي. نعم لهذا انت اسعد؟ انا اسعد. شو عمل بحالك هيك؟ ليش هيك احمر باحمر باحمر مثل الهودي اللي بيشتغلوا بالسيرك؟ شو ما حلوين؟ ما حلوين؟ بلا حلوين بس ما لك حلوين. حلوين للي بيشتغلوا هيك شغلات هيك شغلات عملات ما لقلك رجال عمرك 70 80 سنه. لا 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 احمر من هيك ما حتلاقيها ابو سليم. ايه بس شغله حلوه كثير. هو احمر من هيك ما حلاقيها بس يعني انت ما لازم تكون لهالدرجه الحمار. ها ايوه هلا
شو بدك من الحديث هذا؟ قل لي شو بدك؟ يا عمي كل ما عم يكبر هالأسعد كل ما عم يخبر، عايزك ضروري بدك تمشي معي على المختبر قريب. على وين بدك تبعتنا؟ قلت لك شغلي بهمك أمر كتير، الحقنا قوم. على وين بدي الحق؟ لك على المختبر. على المختبر؟ ايه. لا لا أروح وحدك. أسعد شغلي بهمك أمر كتير وبتعجبك كتير وبدك تنبسط منها كتير، الحقنا. والله؟ مشان يلا. لوين قال لي بده الحق؟ على المختبر. يلا ايه على المختبر. قلتي لي على المختبر؟ على المختبر. ايه على المختبر على المختبر. يا عمي وينه هذا أسعد؟ لك يا أسعد. يي على أسعد وعشيات أسعد. شوفي أشوفي جايبني لهون أشوفي. هالمرة شو كنت عملونا؟ خروف ولا بقرة ولا معزية؟ لا تاس. تاس؟ لا 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 أبو سليم ها. لا يا أسعد هذيك المرة الدكتور لما سقاك الدواء كان منقصه شوية. ما أنا بعدين فكرت ودرست الأوضاع لقيت هالدواء اللي منقصه الدكتور مادة أنا زدته بسكت قال لي عش سيك ما خلصنا من الدكتور حضرتك جاي تعمل لي هالمشاكل؟ لا 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 هيدي ما مشاكل. انت يا اسعد هالنسيان اللي عندك خارب لك بيتك ايه؟ بتكون رايح بترجع صح بترجع بتقوم بتروح مزبوط بدل ما تروح على البيت بتروح على شو اسمه لا هاي حاله ما بتنحمي ايه؟ وانا بعدين يعني اذا ما عليك عملت تجارب او على اصدقائي عمين بدي اعمل تجارب سيك يعني انت صرت طبيب اعشاب هلا يعني تقريبا سيك لك مسكها بيدك حطها على تمك ايه؟ لشو هيدا حطها على تمك حطها هيك على تمك ايوه وغبن لا ما بدي مسيك شو مسيك مسيك ارجينا كيف بدي غبه ما بدك تغبه تحطهم على تمك وتعمل هيك تحطهم هيك وتعمل هيك مسيك هيك شو يلا حطهم على تمك علمنا ما علمتنا علمنا كيف بدي اشربه كيف بدي غبه وليش انت ولد صغير انا ولد كبير بس علمنا ولد صغير بيعرف بيكون لسه ما عمل شاب بتمسكوا الكبايه بيشربها انت بدك مسيك تقلي ايه حطها على تمك ها يلا علمنا يي شو حطها على تمك يا ابني ها شرب 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 ها سحبل هيك مسيك سحتان ها فضي خلص وليش عملت فيا انا وليش عملت فيا كيف شربتني اياه ما بدك تشربه انت انا ما عملت شيء كيف ما عملت شيء انت شو بتقول لحالك انا شو دخلنا ايه شو بده يصير فيك؟ هلا شو بده يصير فيك؟ أنا بعرف شو بده يصير فيا؟ وليش أنت أخوي لما شربتهم؟ ليش بدي أشربهم أنا؟ يا ابني مشان خلص سوي لك هالمخ هذا هالمخ تسوي لك إيه ظبط لك إيه؟ قد ما بتقتل في هالمخ ضاع ضاع إيه؟ إيه شربتهم أنت أنا خايف عليك هلا ما يصير لك شيء لشوف هلا أنا شو بدي أعمل أطلع شو بيصير هذا؟ إيه وأنا عندي هلا فترة البث المباشر رايح نفذها بالهزاعة ما خرقتي روح ايه رايح يلا بس وقلبي عندك يا ابو سليم قلبي عندك شو بده يصير فيك من يعوري شباب شو عم تقرا مش معقول كيف راحت الكتابة نمر ديب كيف راحت الكتابة هيك ما بعرف ما بعرف يا ريس حقق لي من الموضوع وبسرعة حاضر عم بقرا شوفي هون عم تقرا يا خيي ايه نعم هون عم بقرا بعدين خد دواء ماني عارف شو مفعوله جربته علي بدي اسقي لاسعد ما شربوش ربته انا عم طالع وراجع لشوف شو مفعوله هذا شو بده يعمل شوفي هلا شوفي جاي انت لهون في ناس عايزينك عايزيني الي انا ايه من الضيعه ولا غرب ما شايفتهم قبل هلا اها وشو بدهم ما بعرف ما قالوا لي يا خيي شي لشو هاي دول الجماعة ها يا هلا يا اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا شكرا يا ابو سليم سعديه روحي اعملي لنا قهوه حاضر خير شو سبب هالزياره ما اخذتوا المفكره ورحتوا لشو تفضل افتحها لشوف افتحي بنفتحي
شو وين اللي كانوا فيها مكتوبين؟ ما نحن جايين نسألك يا أبو سليم. لا تقوموا تسأل. أنا يا خي أنا شو بيعرفني بهالشغلة؟ أنا ما بفهم هدي الدكتور كان الله يوجه له الخير كان شو ما عمل يكتب هون، أنا شو بيعرفني هدي هي. بس بدنا نعرف كيف راحت الكتيبة يا أبو سليم. أنا شو دخلنا كيف رحت الكتيبة ولا إجت الكتيبة؟ أنا إذا بدك تسألني اسألني بالزراعة بالحصيدة بالحويش بالقطوف بالبدور بفهم، بس كيف رحت الكتابة وكيف اجت الكتابة شو بعرفنا؟ فإذا مشرف معنا يا أبو سليم. على وين؟ لعند الريس. طيب روح سلم على الريس وقل له خليه هو يشرف لهون لعنا، عندنا المناخ طيب وكويس وبينبسط هون. ايه لا اسمح لنا وشرف انت حضرتك معنا احسن ما نضطر ناخذ مرمر او سوسو. لا 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 ما في داعي تاخذوا حدين ونعمل مشاكل. انا حاضر تفضلوا. تفضل. منجيب الجفت معنا؟ لا ما في داعي ما في داعي. ما في داعي؟ تفضلوا. تفضلوا. عويفة أمين. الله لا صوت. ما شفت لي أبو سليم بطريقك؟ لا ما شفته. أشو بدك منا؟ لك يا عمي عنده فكرة طبيبك يتحدث إليك. مش دخل أبو سليم بطبيبك يتحدث إليك؟ لك كيف شو دخله؟ ما هو بده يقدم هذه الفكرة، طبيبك يتحدث إليك هو بده يقدمه. معقولة؟ شو معقولة؟ إيه؟ أبو سليم درس كل كتب الدكتور وحفظهم. على اللي بيدرس كتب الطب بصير طبيب؟ انا ما بعرف. ابو سليم هاك قول. اذا كان هو هاك قول انا بدي اقدم فكره الاقتصاد. اقتصاد؟ ايه. يعني هلا انت شو بفهمك بالاقتصاد؟ بدرس كتب الاقتصاد مثل ابو سليم بصير انا بفهم بالاقتصاد. يعني هلا يلي بيدرس فكره كتب الاقتصاد بصير بيفهم؟ لكن انا حادرس. ايه دروس. بدرس كتب الأزياء. ألو مين مرمور؟ أبو سليم عندك؟ منو هون؟ ما بتعرف في وين روح؟ طيب سعدية عندك؟ فيني احكي معي؟ طيب مين سعدية؟ خيك أبو سليم ما بتعرف في وين روح؟ اجوا اثنان وراح معهم؟ يعني ما بتعرفي وين روح؟ طيب ليك بس يجي قولي له اتصل فيك امين وقول عايزك ضروري ضروري بس يجي خليه يتصل فينا. ايه وهلا شو بدي احط لك غنية؟ ايه قارعة الفنجان؟ خدي هلا بجرب احط لك اياه. ايه تكرم عيني. أبو سليم نحن عرفنا إنك إنسان آدمي وما بتكذب. شكرا أنا ممنونك كثير. دخلك ليش مخطط وشو هذا طالع مثل ما دخلك؟ ما تصرخ. شو قصة عن المفكرة؟ كيف اختفت عن هالكتابة؟ شو بيعرفني أنا؟ هيدي الدكتور كان يكتب علي ومثل ما هي انا اعطيتكم اياه. شو بعرفي كيف رحت الكتابه ولا كيف اجت الكتابه؟ انا بعرف. ما قال لك شيء عن التجارب اللي عم بيقوم فيها؟ اي تجارب يا عمي؟ ما هو كان عم يعمل تجارب على الاعشاب وادويه، هذا كل اللي بعرفه انا. تجارب شو؟ لا تجارب على النحاس. نحاس؟ نحاس؟ يا عمي فيك تقول له يشيل عن وجهه هيدي تشوفه انا لاحكي معه مزبوط، اسا عم يحكي من ورا القناع ما عم بفهم على ما دخلك. بس شو دخل النحاس بالموضوع؟ النحاس بحوله لذهب. شو عم بيقول؟ النحاس بحوله لذهب. النحاس بصير ذهب؟ منك قليل يا دكتور فخري. اقعد عنا بالضيعة هون متخبى عامل حالك انك انت هون عم تعمل ادوية واعشاب وقعد هون عم تخترع تحول النحاس لذهب؟ بحط بعض المواد مع نحاس بحوله لذهب. يا سلام يا
يا سلام يا 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 خلي خلي شيل هالقناع عم الشباب ما دخلك طيب طيب على علمك وين موجود؟ لا شو منو عندكم هلا؟ لا طيب شو المطلوب مني انا؟ شو بتأمر مني هلا انا؟ هاي انا يا خي لا دخلني بهالشغله ولا بعرف الدكتور وين هو، ترك الضيعه واختفى من شي 10 ايام. شوف يا ابو سليم، في وثيقه مكتوب فيها كل شيء. اذا فيك تحصل عليها لك مكافاه 500 مليون. 50 مليون؟ 500 مليون. 500 مليون؟ نعم. اللي يشيل القناع عن وشه الله يرضى عليه، خليني اشوف خلق. خذوه! بس تشوفه مره واحده وانا تحت امركم. ما دخلك امشي! هوني بنانو بي بنانينو، بوني بوني بونا نانانا، بوني بونو هونا نانانا. Oshi oshi bim barakat, oshi oshi bim barakat. شو هيدا يا دربيس؟ أهلا ست عبلي. شو القصة؟ أنا عمل مطرب جوال. شو هيدا مطرب جوال؟ معلوم مطرب، وين بدي غنى؟ بالضيعة، بالمدينة، على النهر، على البحر، بحفلة ميلاد، كل شيء. تعرف تغني منيح يعني؟ كل شيء، بغني أغاني طربية، أغاني شبابية، شعبية، مهلبية، قشطرية، كل شيء. يغزي العين عنك، يغزي العين. ست عبلي، بدي اسألك سؤال. نعم. خولة عداس عم تشوفيه؟ صدقني من مدة هيك، آخر مرة راح ما عاد شفته فيه. إيه بس أنا سمعت إنه أخذ منك مصريات. مزبوط، بس هيدا شيء بيني وبينه، يعني حبيت ساعده. لك لاش لا تعطيه، لا لا تعطيه، لا. بتعرف شفت الأزمة اللي عم بيمر فيها، حرام. لك بيستاهي. في انسان عنده عقل بيكتب كل املاكه لمرتاو، هاي ماتت مرتاو واهله ورتوه وسدته بره. ولو انت هيك عم تحكي عن خالك؟ لكن شو عم بحكي؟ عم بحكي الحقيقه. ست عبلي. نعم. وين زغلول؟ ما بعرف، راح مشوار. ايه ست عبلي، اذا بتريدها اعملي لي فنجان قهوه لانه عم بعمل لحن. اوتي بونونو. ست عبلي. لك يا زغلول، وين كنت؟ كنت مشوار صغير. وهيك بتروح بدون ما تقول؟ عفوا لا تاخذيني. يلا اعمل له فنجان قهوه لدربيس. حاضر. شو دربيس؟ هلا زغلول بنانو، هوني بنانو، غني نوني نانانا، نوني نونو، نوني نيني نيني. اوشي اوشي بن بركات، اوشي اوشي بن بركات. يا مرمر، قولك خي ابو سليم شو بو؟ ما بعرف والله، بحكي معه ما برد علي، شغل لي بالي. مرمر، قربي تقريبا، قربي هون، قربي. انت شو بك قربتي؟ انت خليكي بعيدة، خلينا نحكي نحن والمخلوقة، انشي الدنيا، شو في؟ شو في؟ خوفتني أبو سليم. لا لا تخوفي، أنت بيك قايل لك إنه في أوراق معينة، يعني في بتعمل شيء، بتساوي شيء، كذا، حكي لك عن شيء أوراق هيك مخباها بمحل حطتها. ما قال لي شيء لا. عجيبة يا عمي، وين لك كان حاطط هالوراق؟ أي أوراق؟ أوراق اللي لا أوراق شو يا خيي؟ أوراق هيدي أوراق خاصة، شو دخلك أنت يا بهالشغلة؟ شو يعني أوراق خاصة يا فهمني يا؟ هيدي أوراق بتحول ال شو اسمه بيصير شو اسمه؟ شو هو الشو اسمه والشو اسمه هيدا؟ شو اسمه؟ أنت ما دخلك بالشو اسمه والشو اسمه. أنا بعرف، أنا بعرف، ليقوم في شي ورقة مخليها بالمختبر، لروح شوف المختبر. أنا يا عمي ما شو اسمه؟ يا عمي يا عمي، معقولة معقولة هيدا الدكتور بيحط النحاس بيعملوا ذهب؟ ولك ليش ما قال لها؟ أوكو وين حاطط هالإشي هيدي اللي بتعمل هيك؟ وين؟ الأجندة محيناها، ما بقى في أجندة. صحيح؟ لك يا أبو سليم أنت أذكى منك، ما في هالدنيا، ما جبت فيديو صورت المذكرات كلها؟ يي كأنه قلبي حسسنا أنه بده يصير هيك. يا عمي يا عمي، شو بدنا الذكاء من الله والفهم من الله والحلاوة من الله؟
بس وين حطت الشريط اللي صورته يا ابو سليم وانت خبيته؟ الصفحة يا ابو سليم كله سجلته ما خلاك شغلي ما سجلته. لك شو عم تشوف؟ لك هيدا مانو شغلك، شو دخلك انت؟ لا دخلني. في حدا بالضيعة ما اجى لهون؟ جايين. Thank you.